اكو ساسوح طقم كل اوتك هنا تاني مره من كل اوتك ولا فهمان اضرب لا 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 ايه نزل نزل منيح صلخه كل اوتك كل اوتك هنك ايه جلال جلال يضرب جلال يضربه اضربه 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 عرسه يسعد اوقاتكم جميعا واليوم هنلعب تحدي السحسوح مع الاخ عب لا هون الاخ عباس والاخ جلال خلينا نحكي هلا جاد شوي بما انه الشاب هون مش شاب والد هون صغير وهو والد يعني افش الا انا الشاب هون جلال بده يلعب على التليفون وعباس حيلعب على الكمبيوتر هلا عم نصور منه جلال كل ما ياخذ كل وحده بيصلخوا سحسوح لعباس اما عباس كل ثلاثة كل لحتى يصير سحسوح هون التحدي القوي هون جلال انت مش لازم تخليه ياخذ ولا كل لا انا بقبل يعني انا بقدر بالطاوله وبالعشان بلعب 100% 100% وانت انت اعطينا 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 شويه هاك معنويه اعطينا شويه تحدي هلا حيخسر ضعف ليش ليش لانه حرامي تفضل اخ جلال شبك تحكي له كلمه لعدوك الا داود عباس تفضل طب ليش هذا الحرامي رح يخسر ليش بيبي يا بيبي حتبلش الراوند القوي بين الاخوين طبعا اللي ما بيعرف جلال وعباس هني خيان بس هلا ما في اخوه ما في اخوه بين التحديات حط راسك على راسه يلا هون حبلش بما انه عباس وجلال خيان بس بالببجي ما في اخوه لذلك حط راسك على راسه مثل مباراة الملاكمة فرجيه القوة فرجيه القوة الببجاوية القوة اللاعبية القوة السيد ورطوية لنشوف بعد خلاص بعد بزيادة هالقد بزيادة هالقد ما المعروف فيا شباب لنشوف مين البروفيشنال مين اللي حيصلح سحسوح أكتر من التاني فخلينا نبلش بالتحدي ليتس جو شو ليتس جو بيبيز يا بيبي احكي لك شي كلمة Yes, baby. يا شباب يا شباب أنا وخيي بنحب بعضنا كثير ها إيه عبوطة بس قبل بالحارة ما في شيء فيا شباب قبل ما بلش التحدي مثل ما تكون ملاحظين هذا الأخ جلال جلال علي شوي عم يلعب بالتليفون عم يلعب بالتليفون مثل ما تكون شايفين وعباس عم يلعب على الكمبيوتر فلأنه جلال مش عم يلعب بسماعات فيا كلب انت كمان بك تلعب بلا سماعات يا رزيل برجع بذكر ثلاثة كل لتصلخوا سحسوح انت بس كل وحدة بتجيبوا سحسوح والتحدي حيكون جلال ايه شو بدك انفرات لا قناصات اه بتكون قناصات طبعا الشباب بده يلعبوا قناصات لا انفرات انفور او 24 انفور. اخر مرة انفور لا انفور بما انه الشعب بما انه في كتير تلات اني حنقي لذلك حيكون اللعب ام 24 لا حيكون انفورات بلش التحدي شباب بلشت اعطيني كرسي بسرعة اعطيني كرسي المعلقين الكبار بلش التحدي بين جلال وعباس حط هاي انفور لا انفورات جد غيرت رأيي حبيبي بيتقدم طبعا طبعا هون الافضلية طبعا لعباس ولكن جلال الولد الصغير الولد الصغير لاطي الولد الصغير لاطي بس وين ما حقول لك وين عباس يتقدم عباس يتقدم امشي يمشي يا جلال يا لال لاطيل وقرب قرب قرب يا 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 نوب قرب يا خايف احنو جلال لا جلال لا جلال ماتت يا جلال شو اسمك انت صغير عباس يا 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 وراك وراك يا جلال 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 ماذا يفعل جلال يقعد ورا السدو يتخبى جلال وشوف شو عم يعمل عباس يا يا جنانوب قرب علي ولا كلب قرب قرب علي ولا وجلال جلال 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 ماذا تفعل يا جلال لا يا جلال واقف 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 اصلخوا اصلخوا كف اصلخوا ايه عباس عباس يصلخوا نبلي بالغلط جلال هجوم على هجوم على فاضي دمه يا جلال جلال هجوم 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 فاضي دمه فاضي دمه قدامك يا جلال قدامك يا جلال اصلخوا سحسوح اصلخوا سحسوح
يا ويلي ايه عباس شو بك عم تلطي ولا وانا معه تليفون انت كمبيوتر جلال جلال يلطي كمان عباس 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 يتقدم عباس مش عارفين وينه عباس شافه عباس ضربوا عباس بعد في كل وحده كل وحده بيصلخك سحسوح يا جلال لا لا صلخوا سحسوح صلخوا سحسوح صلخوا سحسوح يا بيبي ايه ممنوع الاختباء جلال يتقدم عباس عباس يهجم عباس ينط عباس يتطلع عباس وينه جلال 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 وينك يا جلال وينك فرجي قوة تجلجلولي وينك وينك يا جلال جلال ياخذ القناصة جلال يتخبى انت اصبر يا جلال ما تعرف الكل جلال بعد لك تنكل وتصلخ وسحسوح يا عم قول عنك حرامي فرجي من الحرامي يا جلال فرجي من الحرامي يا جلال 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 يضرب بالايد من حد جلال لا يا جلال جلال يضربه واقف 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 وانا هربين من السحسوح اصلخ وسحسوح يا جلال لا ترحم لا ترحمه يا جلال 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 يتخبى جلال وعباس عباس 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 يطلع عباس يراقب عباس عباس لنشوف شو حيعمل عباس يتقدم عباس وجلال لاطي جلال طلع انت عندك ما تطلعش على الشاشة طلع عندك على التليفون ركز ركز يا جلال 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 عباس عباس جلال عباس و عباس يتقدم جلال جلال قدامك يا جلال قدامك يا جلال ضربك لا جلال 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 يضربه جلال يضربه اضربه 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 بعد اضربه بعد يا ويلي شو عمل فيك يا ويلي جلال يضرب اخوه بيد من حديد الاخ الصغير يهزم الاخ الكبير عباس عباس اتخبى اتخبى يا جلال جلال يتخبى وراء الصندوق وراء الصندوق يتخبى عباس انزل ولا حريمه جلال جلال يضرب جلال يضربه اضربه 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 عرسه يا ويلي يا ويلي من الضرب يا ويلي جلال لحد الان فايز 5 سحاسيح مقابل سحسوح واحد سحسوح واحد انتبه يا جلال انتبه عباس يتقدم عباس يتقدم عدو ولا دود بعد واحد كل بتجيب بتصلخ وسحسوح بس انت هلا ما فيك تصلخ وسحسوح بتعرف ليش قول له ليش يا ويلي كيف طرقك يا ويلي عباس عباس يلطي يا عباس ليش عم تلطي يا جلال اضربه يا جلال اضربه يا جلال اضربه يا جلال اضربه صلخوا 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 سحسوح شباب وانا هربين صلخوا سحسوح من كل قلبك يا جلال شباب هلا كل الجيران اللي حوالينا كلهم هلا عم يراقبوا كلهم عم يتسمعونا طبعا عم نزعج العالم كرمال تستمتعوا بالفيديو كرمال ما يكون التعليق من وراك جلال جلال صلخوا سحسوح صلخوا من كل قوتك هنا تاني مرة من كل قوتك ولا فهمان بس يتقدم عباس يتقدم جلال يضربوا مرة تانية صلخوا كل قوتك كل قوتك صلخوا ضربوا سحسوح يا ويلي صعب سمعت السحسوح يا ويلي بقوية يا ويلي صوت السحسوح ما أجمله جلال جلال يضربه مرة تانية جد شو اللي هو اضربه جلال جلال ما بعرف كيف بدي أحكي صلخوا السحسوح بعد صلخوا السحسوح بعد ما تقولي شيء تقولي شيء اخ يا شباب اخ الخيين عم يسحسحوا لبعضهم الخيين عم يسحسحوا لبعضهم وانا عم اتفرج وانا عم مفتن الفتنه جدو من القتل فيس كنترول فيس هون فيس هون قتلك ما خصني استخو كف بالسحسوح خلص استخو بيت سحسوح جلال جلاد جلاد الكبار والصغار جلال جلال اضرب 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 سحسوح يا بيبي عباس حاليا مهزوم امام ولد صغير يا جلال ما تخلي يقتلك يا جلال شد همتك يا جلال جلال طبعا عم يلعب على التليفون وعباس عم يلعب على الكمبيوتر مثل ما كنت شايفين جلال هو اللي هزم عباس جلال يهجم جلال يهجم او ماي جاد جلال يلفله من سبع عارض يضربه صلخوا سحسوح من كل قوتك صلخوا
كف الكلوتك ليك ايه؟ جلال جلال اصلخه. اوه صابوا هيد شوت، صابوا هيد شوت. لا جلال جلال يلف له بالتاني ميلي. عباس تقدم، عباس الكتلك ندفي، عباس من ورا جلال. اصلخه زحزوح، اصلخه زحزوح، اصلخه زحزوح، اصلخه زحزوح. ايه بيبي بس يا حرام انا خسران يا نوب، خسران. جلال علمه كيف اللعب. جلال عم تاخذ درع يا بلا اخلاق، عم تاخذ درع يا زعبار. اصلخه اصلخه جلال جلال، شفته شفته اصلخه جلال جلال جلال. وما ادراك ما جلال. جلال اضرب اضرب اضربه بسرعه، اضربه اضرب. لا 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 ايه نازل نازل منيح. اصلخه كلوتك كلوتك لك ايه. اوه اوه جلال اصلخ 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 اصلخ. صح 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 كم واحد كمان. صح صح نزل راسك نزل تاني مرة اوله. صح صح انتهت انتهت مع الاسف. انتهت النتيجة 15-9 للاخ جلال. جلال طبعا شو بدك تحكي لنا بعد هالمباراة الشيقة؟ تفضل. يا حرام طبعا. عباس شو رايك بهاي الهزيمه من خيك جلال الولد الصغير؟ يعني كيف تسمح له يخسرك؟ يزلخك يزلخك 15-9 يا نوب، يزلخك سحاسيح 15 سحسوح. عديتون اني اكثر يعني 17 مليون سحسوح، بس حدا عدون كم سحسوح اكلوا؟ عباس عباس تفضل احكي لك كلمه. ماذا رحنا هنا؟ ليش كده؟ ليش انا شو عملت له؟ يا حرام احكي لك كيف خسرك؟ يعني ما توقعتش هالقد يكون قوي هون. انا اول مره بلعب بالكمبيوتر يا شباب، مش عادي. لا اول مره. عيب عيب هالحكي. لا اول مره. اول مره بتلعب على الكمبيوتر؟ ايه. شو رايك في اللعب؟ صعب على ببجي اللعب هين؟ بس شو رايك بجلال؟ قوي قوي صح، قوي كتير قوي. يخزي العين جلال. قلت لك شيء بالتليفون ناتفي، بدك تحكي مع العرب. لك شو بدي روي يا شباب؟ طبعا هون خلصنا الفيديو. طبعا هي مش هيعجبهم، مش هيعجبهم انه خلص الفيديو، بس ولكن ما فينا ما فينا نمدد اكثر من هاي كروم. روم كانت حماسيه. انا بصلخ 100 100 سحسوح بياكل عباس ما معنى شيء يعني. لا انت مدد ورا. لا 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 رو 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 احسن ما احذف لك قناتك عن تب. بدك تحذف القناه وتحط لي الديسلايك يعني؟ ايه بغدادي ادي اشو ادي اشو. اذا ما لعبتك شروم تاني بتحط لي ديسلايك؟ ايه. ليش بتحط لي ديسلايك؟ عشان لانك حريمي. شباب حنعمل فيديو تاني لك، فيديو تاني ما خصه بهاد، فيديو تاني تحدي ام 24ات بين الداهي جلال الاسطورة وعباس المهزوم. شباب انا بضلني خيو. ايه حبيبي انا فوزت احسن ما يزعل احسن ما يبلش. كات 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 استراي مفاجئا. فيا شباب من هون خلصنا نهايه الفيديو. مثل ما شفتوا كانت هزيمه نكراء لعباس حرام ولجلال الفائز الكبير. طبعا شو رايك بهالمعمعة اللي عملتها؟ شو رايك؟ كم اسطوري؟ كم اسطوري بيستحق لك؟ بيستحق 500 الف لايك. 500 الف لايك لا نصلي على النبي. بس لحين الفيديو 100,000 لايك. اوه 100,000 لايك. على فكرة يا شباب حتى لو ما عنديش كتير سبسكرايبرز كل لايك منكم بيسوى مليون مليون لايك. يا شباب اكيد يعني ما تنسوش كل هالشغلات الحلوة تحطوها طلع هون. فبس سلام يو سلام. عملك شي شغلة، عملك شي شغلة، قول لهم باي. السلام عليكم يا شباب. لك يا حبيبي بلشتاش، خلصنا الفيديو، قول لهم باي. السلام عليكم. قول لهم باي. السلام. السلام يا شباب. السلام. باي باي.